نتكلم على تفضلك بوجودك في جناح وزارة الصحة والسكان. هيتعرض امام حضرتك احنا يا فندم من خلال التحول الرقمي للوزارة في كل المبادرات وفي كل البيانات الصحية من خلال 100 مليون صحة. حبينا ان احنا نعمل تحول رقمي يقدر يربط كل المنظومات ربط لحظي عشان نقدر ان احنا يعني نستفاد بقاعدة البيانات لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ونقدر يبقى عندنا قرار مبني على واقع من خلال المحافظات كلها. احنا عندنا 12 مبادرة إلى الآن، ولو ضفنا ليها مبادرة 100 يوم صحة هيبقى حوالي 13 مبادرة. هستأذن سيادتك في عرض مبادرة خاصة أحدث من أحدث المبادرات اللي سيادتك كنت وجهت بيها، هي مبادرة الفحص المقبلين على الزواج، اللي هي بتقدم رعاية لكل المصريين والأجانب المقبلين على الزواج الموجودين على أرض مصر من خدمات خلال الكشف عن بعض الأمراض المعدية وأيضا الأمراض الغير سارية واستبيان نفسي وتحليل وراثي وتحليلات أخرى. ويتم إصدار شهادة من مركز الوثائق المؤمنة، وده بيبقى أساسية قبل عقد القران من خلال المأذون المعني. احنا قدرنا يا فندم من أول إطلاق هذه المبادرة إن احنا نكشف على حوالي 760 ألف حالة ما بين زوج وزوجة، وأيضا مستهدفين سنويا حوالي 1,800,000. من خلال المبادرة بنستطيع أن احنا نكشف على كافة الأمراض اللي احنا قلنا بها، منها الأمراض الوراثية طبعا اللي هي على رأس الأولويات، الأنيميا البحر المتوسط ومرايا ومرض خلايا الدم المنجلية. وعشان نقدر أن احنا نبدأ من أول 26 فبراير ومستمرين إن شاء الله ومحققين الحالة اللي بنكتشف أن فيها أي احتياج لرعاية صحية على طول بنقدر أن احنا نوجهها إلى العلاج وبتخش معنا في المبادرات الأخرى. ايضا اعرض على سيادتك مبادره كشف مبكر وعلاج الاورام السرطانيه، وهي ايضا مبادره مستحدثه في خلال الثلاث اشهر اللي فاتوا، وهي للكشف المبكر عن سرطان الرئه وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان عنق الرحم. بنبدا باستبيان، عملنا من شهر يونيو اللي فات لحد النهارده حوالي 1,127,000 استبيان، وبعدين من خلال الاستبيان بنبتدي ناخد اجراءات اكتر لتحاليل اكتر دقه في الاورام المختلفه. وتاني لما بنكتشف ان هناك في بعض الحالات اللي بيتم كشف عنها بنحولها الى اجراء تحاليل اكثر دقه، ويتم دخولها في منظومه التامين الصحي ويتم التعامل معها بالمجان للعلاج بشكل كامل. طبعا قائمه المبادرات كبيره، سواء القوائم الانتظار او ما شابه ذلك، كلها تم ميكنتها وكلها مربوطه بقاعده بيانات مميكنه مرتبطه بمركز دعم واتخاذ القرار حتى نستطيع نستفاد بكل الاجراءات اللي تمت، ويبقى في خريطه صحيه مدققه عند دخول المحافظه لمنظومه التامين الصحي نستطيع ان احنا نشجع او يبقى في بيانات موجوده على قاعده البيانات تفيد القائمين من خلال منظومه الرعايه الصحيه المتكامله. اتفضل. طبعا شركة أقديم يا فندم من الشركات الوطنية بتشتغل في حوالي 1,100 عنصر طبي، وفي من خلال بتصدر لحوالي 80 دولة ما بين إفريقية وأوروبية. هنا يا فندم بستأذن سيادتك في إن احنا عندنا مركز دعم واتخاذ القرار، احنا قررنا إن يكون في عندنا غرفة لإدارة الأزمات ومركز القيادة والسيطرة. الشاشات دي موجودة في المقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة في الدور الأرضي، بحيث أن احنا نبقى مربوطين في كل المحافظات، وعندنا إدارة لبنوك الدم والرعاية الحرجة، وأيضا الاتصال بالإسعاف وبرامج الإدارة والأزمات المختلفة. من خلال برامج القيادة والسيطرة احنا مربوطين بكل قطاعات الوزارة، سواء القطاع الوقائي أو قطاع المبادرات أو القطاع العلاجي أو قطاع الرعاية الأساسية. ممكن نغير شوية؟ يعني ده مثال يا فندم على الرعايه الحرجه، احنا بنشوف تسجيل الحالات اللي محتاجه حضانات. طبعا ازمه كبيره جدا لما يكون حد محتاج حضانه او حد محتاج سرير رعايه مركزه، بيتواصل مع الاداره المركزيه عندنا من خلال الميكنه عشان نحاول نوجه عربيه الاسعاف الى اقرب نقطه نقدر ان احنا نوجهه ليها. ايضا في الحالات اللي محتاجه رعايه سواء حضانات او رعايه أسارة عليها مركزة، رابطين بكل، احنا بنربط دلوقتي حتى مع القطاع الخاص علشان يبقى المنظومة كلها متكاملة. يعني مش بالضرورة أنا بلجأ إلى المستشفيات الخاصة وزارة الصحة، لكن المستشفيات الجامعية أيضا والمستشفيات المجتمع المدني.
هو عندنا ايضا خرائط نظم المعلومات الجغرافيه الجي اي اس علشان نقدر من خلالها نعرف امكانياتنا اللي موجوده، سواء من استخدام الخرائط امكانيات الوزاره ايه، عدد الاسر اللي فيها، القوى البشريه اللي فيها، عدد الاجهزه والمعدات. ما كانش عندنا حصر دقيق للاجهزه اللي موجوده على مستوى المستشفيات كلها. حصرنا كل القوى البشريه والمنشات وايضا البيانات الخاصه بالمنشات الطبيه على قاعده بيانات النظم المعلومات الجغرافيه اللي بعديها. وبعدين عندنا في نفس الوقت احنا رابطين زي ما قلت لسيادتك القاعده الخاصه بالمقبلين على الزواج، وبنقدر ان احنا نربط في اذا كان في اكتشاف للامراض بنقدر نوجهها، وده نموذج لمركز دعم واتخاذ القرار سواء في المبادرات الرئاسيه او حتى المؤشرات الاخرى زي مبادره الاورام اللي بعديها. وتحليل البيانات اهم، لان احنا بناء على تحليل البيانات طبقا للمحافظات والمراحل العمريه المختلفه واسباب الامراض بنقدر نحط خريطه صحيه نبني عليها قرارات، سواء ببني مستشفى في مكان ما او بزود جهاز في محافظه ما علشان تقدر تتماشى مع الخريطه الصحيه. اتفضل يا فندم. شاكرين. ايضا من الشركات نوفارتس، من الشركات يا فندم اللي بقى لها 60 سنه في مصر، وايضا بتنتج حوالي 57 يعني منتج دوائي، وبتقدر انها تصدر لحوالي 8 دول. شركه هواوي بتتعامل معانا يا فندم ايضا في ميكانه المستشفيات، وطبعا هيلث انسايت من البرمجيات في القطاع الصحي من الشركات الوطنيه المتميزه. هيئه الاعتماد والرقابه من الهيئات، الثلاث هيئات اللي انشئت لدعم منظومه التامين الصحي، طبعا تيجي على راسها الهيئه العامه للرعايه الصحيه اللي بتقدم الخدمات الصحيه في داخل المستشفيات في المحافظات المرحله الاولى والمرحله الثانيه. هيئه الدواء ايضا انشئت لتسجيل ومراقبه كل الاعمال الخاصه بالدواء. وهيئه الشراء الموحد طبعا سيادتك هي الداعم الرئيسي لنا في كل المشتريات. بعض الشركات اللي بتشتغل معانا زي شركه دلتا والهيئه القوميه للانتاج الحربي في المشاريع اللي احنا بنعملها على كل المحافظات، المشاريع الانشائيه. اما الجزء العالمي اللي موجود من شركه باير او شركه ميرك شارب اندوم او شركه استرازينيكا اللي عندهم مصانع الحقيقه في مصر في 6 اكتوبر، وبينتجوا منتجات كبيره جدا في كافه الادويه، ومشتركين طبعا معانا في كل المبادرات الرئاسيه سواء بالكواشف او بالادويه المختلفه. شركه اورجانون ايضا من الشركات المتميزه معانا في المبادرات الرئاسيه بالكامل. والشركات المعتمده بالنسبه لنا في الكواشف في كافه المبادرات الرئاسيه اللي احنا بنشتغل فيها في وزاره الصحه، وايضا الشركات الداعمه. هنا يا فندم احدى الشركات المقاولات اللي نفذت معانا كذا عمليه، اشهرها لسيادتك هتفتتحه قريبا ان شاء الله، هو مجمع السويس الطبي على مساحه 35 متر وايضا مساحه بنائيه 65 متر مسطح من المستشفيات الكبيره يا فندم. لسيادتك هتشرفنا ان شاء الله قريبا بافتتاحها، جهزت بنسبه 100% سواء مبنى السكن الاطباء والتمريض، او فصلنا العيادات الخارجيه خارج المستشفى عشان ما يبقاش في زحمه، والادوار قطاع العمليات وقطاع العيادات كلها موجوده في مساحه حوالي 427 سرير. وركزنا قوي ان اسريه العياده المركزه وعنايه الاطفال تكون تقريبا ثلث هذه الاعداد لاحتياج شديد. السويس قريبة جدا من القاهرة، فمجمع السويس هيبقى بيفيد مش بس محافظة السويس لكن محافظات القناة بالكامل، وهو جاهز يا فندم للافتتاح. أيضا سيادتك كنت وجهتنا أن يكون في نموذج 400 سرير في آخر مرة، وهم عملوا تصور لمقترح يكون في مستشفى اللي هم دول يا فندم اللي هتبقى 400 سرير، وان شاء الله احنا بنتكلم معاهم في التكلفه الماليه، هنعرض على سيادتك قريب علشان نقدر يبقى ده نموذج. عندنا نموذج نمطي ل 200 سرير وعندنا نموذج نمطي ل 400 سرير. شكرا. الشراكات الدوليه يا فندم طبعا مهمه جدا بالنسبه لنا، سواء الوكاله الامريكيه للتنميه والدوليه، وهم شركاء في برنامج اسره وبرامج كثيره معنيه بتنظيم الاسره وتنظيم السكان، وطبعا الامم المتحده في 27، والمنسق العام لكل الجهات الدوليه في الامم المتحده ايرينا باكوفا هي المسؤوله. عندهم 27 جهه ممثله، يمكن 15 جهه ممثله النهارده، على راسهم منظمه الصحه العالميه وصندوق الامم المتحده للسكان. والحقيقه هم معانا في الاستراتيجيه ومعانا في الدعم لا نهائي سواء في قطاع السكان او ايضا في من خلال المجلس القومي للسكان. بشكر سيادتك فندم.